السلام عليكم. لأول مرة سألعب لعبة فورتنايت. بالحقيقة لعبت فورتنايت لأول مرة قبل عامين من الآن، لعبتها لأول مرة ومنذ ذلك الوقت لم ألعبها أبدا. هذا أول فيديو للعبة مغاير عن لعبة فيفا في القناة. تخيلوا يا جماعة الخير، فوز من أول جيم. أوكي يا جماعة، أنا نوب في البناء، والله ما نعرف نبني. موت 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 موت. A few moments later. موت. اوهوهوهو يا جماعة الخير، تقلق. اول مرة نتقابل مع واحد كيما هكا يا جماعة الخير. صبيناتنا يبان باللي هو نوب اكثر مني، جاني على غفلة يا جماعة الخير، مامو يقتلني. السلام عليكم. اوكي يا جماعة، ما لقيت حتى واحد في هذه المدينة، راهم عارفين بدي فري مدراجة وراهم خافوا مني. اكثر حاجه نكرهها في اي لعبه كيما هكا باتل رويال، يجوك من الخلف ويقتلك عادي، هذا كي نكون انا ضحيه. اوكي باقي 27 شخص. شنو هو هذا؟ خبروني في التعليقات واش داير باش منع عليا باش ما نتيريش عليه. المهم احتلينا مركز 28 بصحتنا، ويلا بينا الى الجيم الثانية. يلا بسم الله، الجيم الثاني ان شاء الله راح ننزلوا فيه ابعد مكان في اللعبة. اوكي يا جماعة راح نلوتوا في هذه البلاصة، ان شاء الله ما نصيبوا حتى واحد. خاصنا سلاح يا ولد عمية. صفيتها يا جماعة الخير. يو هو هو هو، طاح عليا كل هجامة. وات وهرب الطاهر ما تلبتش وراكم. والله كنت حاب نقضي عليه بالسيف. اوه رونالدو. كمل 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 خدمتك. هذه نحتاجوها يا جماعة الخير، هذه غادي تساعدنا. هذه نعرفها، تفرجت عليها هذه فيديو في اليوتيوب. كيكون متضرب انا واحد ما نقدرش نهدر، نكونسونطري معاه. راني كاتب زوج يا جماعة الخير. اوديك ها. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا يقتلني بالسيف يا جماعة الخير. يلا الجيم الثالث والأخير راح نشوفه، لازم نركز غاية، لازم لي نثبت روحي. يلا الجيم الثالث والأخير إن شاء الله نربحه، إن شاء الله نفوزه. إذا ما فزناش معليش، يعني أول مرة يا جماعة الخير منذ عامين. هبت في بلاصة ما فيهاش المنازل يا جماعة الخير، شوف في الفيرما. What? Hee hee!
أول مرة أرى دجاجة فورتنايت. A few moments later. أوكي باقي 12 شخصا أو 11 شخصا يا جماعة، وقتلت شخص واحد. أوكي 7 أشخاص يا جماعة الخير، أنا الثامن. حاصروني يا جماعة الخير. يلا 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 يلا. الحمد لله يا جماعة الخير. تبقى 3 أشخاص يا جماعة. تبقى شخص واحد فقط. يلا يلا يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، دمرني يا جماعة. ماذا أرسل علي بحق؟ صحته. المركز الثاني يا جماعة الخير، هذا اللي قدرت عليه يا جماعة. المهم يا جماعة أتمنى الفيديو يعجبكم، لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وتفعيل زر التنبيهات، تعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الـ AI في لعبة فورتنايت لأول مرة. بارك الله فيكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.